سيناه أيا ابن بنت رسول الله يا نور الأبصار عليك سلام الله وحسيناه أيا ابن بنت رسول الله يا نور الأبصار الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود الحمد له لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود نحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود ونعوذ بوجهه الكريم من فكر محدود وذهن مكدود وقلب مسدود ونسأله الهداية والرعاية والعناية وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد الفعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب من برنامجكم دمع العين على استشهاد الإمام الحسين الذي يجمعنا على حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأعلام حيث نركز فيه على سيرة حياة سيدنا الحسين عليه السلام حديث حلقتنا اليوم عن بداية الفتنة العمياء وفي رجب من سنة 60 للهجرة بويع يزيد بن معاوية بالخلافة بعد موت أبيه على ما سبق من الخلاف فيه فلما تولى على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وعلى مكة عمرو بن سعيد بن العاص وعلى البصرة عبيد الله بن زياد وعلى الكوفة النعمان بن بشير ولم يكن ليزيد همة إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعته فكتب إلى الوليد يخبره بموت معاوية وكتابا آخر صغيرا فيه أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذا ليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام فلما أتاه نعي معاوية فضع به وكبر عليه وبعث إلى مروان بن الحكم فدعاه وكان مروان عاملا على المدينة من قبل الوليد فلما قدمها الوليد كان مروان يختلف إليه متكارها فلما رأى الوليد ذلك منه شتمه عند جلسائه فبلغ ذلك مروان فانقطع عنه ولم يزل مصارما له حتى جاء نعي معاوية فلما عظم على الوليد هلاكه وما أمر به من بيعة هؤلاء النفر استدعى مروان فلما قرأ الكتاب بموت معاوية استرجع وترحم عليه واستشاره الوليد كيف يصنع
فقال: أرى أن تدعوهم الساعة وتأمرهم بالبيعة، فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم، وإن أبوا ضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية، فإنهم إن علموا بموته وثب كل رجل منهم بناحية وأظهر الخلافة ودعا إلى نفسه. أما ابن عمر فلا يرى القتال ولا يحب أن يلي على الناس إلا أن يدفع إليه هذا الأمر عفوا. فأرسل الوليد عبد الله بن عمر بن عثمان وهو غلام حدث إلى الحسين وابن الزبير يدعوهما، فوجدهما في المسجد وهما جالسان، فأتاهما في ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها للناس، فقال: أجيب الأمير. فقالا: انصرف، الآن نأتيه. وقال ابن الزبير للحسين: ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها؟ فقال الحسين: أظن أن طاغيتهم قد هلك، فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشوا في الناس الخبر. فقال: وأنا ما أظن غيره، فما تريد أن نصنع؟ قال الحسين: أجمع فتيان الساعة ثم أمشي إليه وأجالسهم على الباب وأدخل عليه. قال: فإني أخافه عليك إذا دخلت. قال: لا آتيه إلا وأنا قادر على الامتناع. فقام فجمع إليه أصحابه وأهل بيته، ثم أقبل على باب الوليد وقال لأصحابه: إني داخل، فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا علي بأجمعكم، وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم. ثم دخل فسلم ومروان عنده، فقال الحسين: الصلة خير من القطيعة، والصلح خير من الفساد، وقد آن لكما أن تجتمعا، أصلح الله ذات بينكما. وجلس. فأقرأه الوليد الكتاب ونعى له معاوية ودعاه إلى البيعة، فاسترجع الحسين وترحم على معاوية وقال: أما البيعة فإن مثلي لا يبايع سرا ولا يتجرأ بها مني سرا. فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوت معهم كان الأمر واحدا. فقال له الوليد، وكان يحب العافية، انصرف. فقال له مروان: لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر القتلى بينكم وبينه. أحسبه فإن بايع وإلا ضربت عنقه. فوثب عند ذلك الحسين وقال: ابن الزرقاء، أأنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله ولئمت. ثم خرج فمر بأصحابه فخرجوا معه حتى أتى منزله. فقال مروان للوليد: عصيتني؟ لا والله لا يمكنك من مثلها من نفسه أبدا. فقال الوليد: وبخ غيرك يا مروان، إنك اخترت للتي فيها هلاك ديني، والله ما أحب أن يلي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها، وأن يقتتل الحسين. سبحان الله، أأقتل حسينا إن قال لا أبايع؟ والله إني لأظن أن أمرا يحاسب بالدم الحسين
لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. فقال له مروان: فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت. يقول له هذا وهو غير حامد له على رأيه. وأما ابن الزبير فقال: الآن آتيكم. ثم أتى داره فكمن فيها، ثم بعث إليه الوليد فوجده قد جمع أصحابه واحترز، فألح عليه الوليد بكثرة الرسل والرجال في أثر الرجال. فأما الحسين فقال: كف حتى تنظر وننظر وترى ونرى. وأما ابن الزبير فقال: لا تعجلوني فإني آتيكم، أمهلوني. فبعث إليه الوليد مواليه فشتموه وقالوا له: يا ابن الكاهلية، لتأتين الأمير أو ليقتلنك. فلبث بذلك نهاره كله وأول ليله يقول: الآن أجيء. فإذا استحدثوه قال لهم: والله لقد استربت لكثرة الإرسال وتتابع هذه الرجال، فلا تعجلوني حتى أبعث إلى الأمير من يأتيني برأيه. فبعث إليه أخاه جعفر بن الزبير فقال: رحمك الله، كف عن عبد الله، فإنك قد أفزعته وذعرته بكثرة رسلك، وهو آتيك غدا إن شاء الله، فمر رسلك فلينصرفوا عنه. فبعث إليهم فانصرفوا. وإلى هنا نكون قد أنهينا الكلام على بداية الفتنة العمياء. تابعونا بالحلقة القادمة: دمع العين على استشهاد الإمام الحسين، خروج ابن الزبير ليلى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وحسيناه أيا ابن بنت رسول الله، يا نور الأبصار عليك سلام الله. وحسيناه أيا ابن بنت رسول الله، يا نور الأبصار عليك سلام.